تسلم تسلم، شكرا يا سعيد، تسلم تسلم، الله يكون سلام. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى صبرا جميلا ويتعوضهم بالهدى يقبل في أعدان الساعة التربيل في الله. شكر الله وسعيكم. تفضل تفضل. وطبعا أنت الزكاة كل ما يجب أن يقال في هذا الشأن سمعناها. أدعو الله أن يزيد صبركم وصبرنا. آمين آمين. أرجو أن تبدل تحياتي إليك إلى كل الأشقاء في مدينة شعبي. بارك الله فيك سيادة الرئيس، وشكر الله سعيكم، وشاكرين لهذا الاتصال الذي يعبر عن ضمير هذه الأمة في تركيا وفي خارج تركيا. Sayın Başkanım, öncelikli olarak telefonunuzdan dolayı ben size de teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu aramanız hem Türkiye'nin hem ümmetin ونحن نحتسب هؤلاء الأبناء إن شاء الله شهداء عند ربهم مع الأحفاد، يلتحقوا بركب شهداء فلسطين وشهداء الأمة على طريق تحرير القدس بإذن الله. الله أن يحفظنا benim oğullarım ve torunlarım bugün şehit düşerek Gazze'deki diğer şehitlerle birlikte Filistin'in kurtuluşu için açılan yolda والله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الشهادة، نسأل الله أن يتقبلها. رضوا الله بشهادة نصيب الذين مرة ثانية نشكركم سيادة الرئيس على هذا الاتصال وعلى هذه المشاعر، ونحن يعني أمة واحدة، وما يجري في غزة وفلسطين هو في قلب كل مسلم وكل حر على هذه الأرض. وإن شاء الله نتشرف يعني بعد العيد وتضاء بعض الأيام، إن شاء الله نتشرف باللقاء مع فخامتك إن شاء الله مباشرة. İnşallah bayramdan sonra da tarihimizde yüz yüze görüşmeyi çok arz eder. İnşallah, inşallah. Barakallah fikum siyatı reis. Allah razı olsun. Kardeşlerimize, en kalbimizin selamlarımızı, en kalbimizin selamlarımızı, en kalbimizin إن شاء الله يصل، ونحن يعني في مجلس الشهداء ويحضره عدد من إخواني في قيادة الحركة وبعض الإخوة المحبين الكرام من أبناء فلسطين ومن غير أبناء فلسطين، وهم يستمعون إلى هذه التعزية وإلى هذه الكلمات الطيبة الدافئة ويشكرونك على هذا الاتصال. Şehitler için düzenlemiş olduğumuz haziyet dönemindeyiz. Programa katılan bizim lider kadromuz ve Filistinli kardeşlerimiz var. Aynı zamanda bize adımıza ortak olan dostlarımız var. Onlar da şu anda bu güzel aramanızı dinliyorlar. Zaten sözlerimizi onlarda istiyorlar. في أمان الله، في أمان الله فخامة الرئيس. مع السلامة، مع السلامة.